أهلا بكم في قناة العالمي على اليوتيوب. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 26/9/2024. الدولار الأمريكي، سجل الدولار الأمريكي سعر 48 جنيه 30 قرش للشراء، 48 جنيه 40 قرش للبيع. اليورو، سجل اليورو سعر 53 جنيه 90 قرش للشراء، 54 جنيه 2 قرش للبيع. جنيه استرليني، سجل الجنيه الاسترليني سعر 64 جنيه 65 قرش للشراء، 64 جنيه 82 قرش للبيع. فرنك سويسري، سجل فرنك السويسري سعر 57 جنيه للشراء، 57 جنيه 15 قرش للبيع. 100 ين ياباني، سجل 100 ين ياباني سعر 33 جنيه 45 قرش للشراء، 33 جنيه 53 قرش للبيع. ريال سعودي، سجل الريال السعودي سعر 12 جنيه 87 قرش للشراء، 12 جنيه 90 قرش للبيع. دينار كويتي، سجل الدينار الكويتي سعر 158 جنيه 29 قرش للشراء، 158 جنيه 67 قرش للبيع. درهم إماراتي، سجل درهم إماراتي سعر 13 جنيه 15 قرش للشراء، 13 جنيه 17 قرش للبيع. اليوان الصيني، سجل اليوان الصيني سعر 6 جنيه 88 قرش للشراء، 6 جنيه 90 قرش للبيع. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة العالمي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.